أعزائي المشاهدين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم بأجمل وأرق تحية وأقدم لكم برنامج العائلة العراقية، برنامج هموم الناس من على شاشة سامراء الفضائية اليوم الأحد 20 كانون أول 2015. أهلا بكم، عودكم دائما هذا البرنامج على تقديم ما هو جديد وكذلك الخروج ميدانيا إلى عوائلنا النازحة في المخيمات وفي الدور والهياكل وفي كافة المحافظات وأقليم كردستان. أعزائي المشاهدين، احنا حقيقة من خلال برنامجنا يعني الآن خلاص المواطن اتعود أن يناشدنا حتى لو كان بعد البرنامج عن كل صغيرة وكبيرة، والحمد لله احنا يعني هذا من حسن ظن الناس بينا وبقناتنا شاشة السامراء دائما شاشة العراقيين، لكن احنا نتمنى يا اخوان ودائما نناشد بهذا الموضوع انه نريد اذن صاغية، نريد فد مسؤول يجاوب عن كل الاسئلة، والا والله راح يكون غير كلام عندنا، لانه ما معقول الان المواطن يتكلم ويسأل عن البطاقة الذكية، المواطنين يسألون على معبر النخيب، مواطنين الان في معبر بزيبز، يعني مناشدات يعني ما معقولة ماكو استجابة. بالخدمات التربوية لبرنامج عين العلم يوم غد كثير من المناشدات مع مكتب الوزير مع الأمور التربوية وما من مجيب. فإحنا نتمنى من خلال برنامج هموم الناس أن نلبي طلبات المواطنين من خلال المسؤول، مو من خلالنا إحنا دا نعبر ما عندنا ودا ننقل ما موجود وبدون رتوش، لكن نريد المواطن يعني يعرف شيء واحد يا أخوان، أنه إحنا ننقل كل ما هو يريده مواطننا، لكن المسؤول عليه أن يستجاب أحسن، لأنه أبد المواطن كانت عنده غاية أنه من صعد فلان وعلان إلى الكرسي كانت عنده أمام الله سبحانه وتعالى يعني عنده أمل كبير أنه هذا المواطن يعني المواطن يعني يستجاب له، هذا المواطن كان عنده أمل يستجاب له المسؤول. إذن أعزائي المشاهدين، إحنا الأسئلة كثيرة وكثير من الأمور بهاي الحلقة راح نتكلم عليها، وأتمنى إن شاء الله أن تكون حلقتنا تنال رضاكم لهذا اليوم. تعالوا وياي وبرنامج هموم الناس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، معبر النخيب والمأساة الحقيقية لمواطنينا بهذا المكان. الحقيقة إحنا يا أخوان حتى نكون واضحين يعني في كل حلقة نذكر شيء مهم جدا، انه من خلال البرنامج واحنا كاعلاميين ما عندنا سلطة لا تشريعية ولا تنفيذية، احنا فقط نتكلم ونوجه الرسائل فقط. كثير من الاتصالات دا تجينا على موضوع هذا المخيم ويعني الناس محصورة، هي احنا دائما نتكلم اجت من الموت تريد تعبر لأهلها، يا اخوان سووا الاجراءات الامنية اللي انتم تريدوها وخلوا الناس وبحمايتكم، وهي دائما نتكلم عليه. يعني الان اكثر من 60 الى 80 عائله يعني تتراكم هاي العوائل دت الزايد، يعني اليوم او البارحه يمكن احد المسؤولين جاي ماخذ يعني عدد من العوائل ومبقي البقيه. انت رحت المسؤول يا اخي جيبهم كلهم ونقلهم، يعني عنده اشكال بملف الامني او باستمارته ابقوا عوائل واطفال نساء كبار شياب امراض مزمنه الجو بارد والانواع تقول بعد ايام هم راح يجينا برد. فاتمنى من خلال قناتنا انه هذا المعبر تنتهي مشكلته يا اخوان، خلي تكون قضيه سياسيه، يعني تصير موافقات رسميه لهذا المعبر، كل ما يصيرون فد 50-60 موافقات امنيه ويدفعوهم، ليش يبقوهم شهر وشهرين؟ وهذه مأساة، يقول شحن الموبايل ياخذون من عندنا 10,000 دينار. وهسه ويا انا احد الاخوان يعني من معبر النخيب. السلام عليكم. السلام عليكم تامر. حياك الله اخي العزيز، يعني الحقيقه انا دا اتكلم بموضوعكم ابو طيبه، يعني دا اتكلم بهذا الموضوع اللي اصبحت الان العقده الرئيسيه بالعراق هو بزيبز والنخيب، شنو السالفه؟ ما تحكي لي على وضعكم ليش هيك؟ استاذ ولي الله يبارك فيك، انا مو بالنخيب، انا حاليا موجود بالتكريت، بس الاخوان اللي يتصفون بها من النخيب
يعني سوينا مناشدات عن طريق الفيس، سوينا مناشدات عن رفعنا وهلنا من كل صلاح الدين. نعم. نريد المريض قضاء وناحية وفريعة لفلان شخص. أبو طيب أنت شو وقت يعني جيت؟ نعم سيد. شو وقت جيت أنت؟ والله استاذ انا جيت من زمان طبيت كريت. ها يعني مو انت هناك، مو انت من النخيل. لا لا استاذ مو انا موجود، بس الولد اللي هناك ينادي كريت. نعم، زين انتم بده يخابروكم شنو يعني الموقف شنو هناك؟ ليش ما يخلوهم يدخلون؟ ماكم قاعدين هم ما يخلوهم يطبون الاذن. نعم؟ استاذ مريم يعني هذي قاعدين اللي عنده واسطه واللي عنده عارف يطبونه. والبقية؟ ألو أسمعك أسمعك. ما حد أحد إلا الله. والله تعرف يا أستاذ أنت. نعم تقريبا هم إيش قد كم عائلة يعني 50-60 عائلة يطلعون؟ والله تقريبا ليش عاد يزايد العدد أستاذ مريم. ماشي يا أبو طيبة، إحنا إذا حصلتهم أنقل لنا تحياتنا لهم وإن شاء الله إحنا من خلال شاشة سامرة ما ناسيهم. ترى ما عندنا غير الله وانت تناشد هذا بس بالحق. احنا ان شاء الله وياكم اخي العزيز، واحنا والله كل حلقه بدنا نذكر هذا الشيء. انا اشكرك ان شاء الله انت وكل من يسعى الخير للعالم. اشكر اتصالك، بارك الله بك، شكرا جزيلا. يعني اعزائي المشاهدين، هذا طبعا هي صعوبه شويه صعوبه الاتصال مع هذا المكان، ولكن هذا الواقع، واقع الحال. يعني معقوله احنا صرنا بهذا الحال؟ يعني الخيم وقاعدين بها ينتظرون شو وقت يدخلون الى العراق. هم بالعراق، شو وقت يدخل الى العراق؟ هو جاي من غير دولة، هو خلص من الموت، فر من الموت، قتل ذبح. يعني انا اتصل بي احد الاخوان قال طلعنا 14 عائلة وغرزت عندنا سيارة بعد ما مشينا يمكن 50-60 كيلو وجوهم، قالهم وش عندكم هنا؟ غالطين عليهم وصاحبيهم، واحد من عندهم طلع والاخر والاخر لحقه، بس البقيه 13 عائله اخذوها، خلوا النساء واحد واخذوا الزلم، يمكن 15 واحد حتى وياهم حدث صغير، وصار تقريبا اكثر من 15 يوم ما يعرفون شنو وين راح مصيرهم. يعني يقولون ليش تطلعون؟ شلون تعرفون هذا المكان؟ هم جايين من الشرقاط، فهم جوي من الموت وانحصروا بهذا المكان، يريدوا يدخلون. يا اخوان اريد شويه الرحمه بهاي الناس، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اتمنى ان شاء الله من خلال برنامجنا ومن خلال برنامج هموم الناس ومناشداتنا لكل المسؤولين ان يشوفون حال هاي الناس. منظمه زهره العراق، الحقيقه هذه احنا دائما نذكر اخوان، نقول اي منظمة كانت في العراق، مو فقط في صلاح الدين ولا فقط في الاقليم، حتى لو بالبصرة احنا مراسلنا يروح وياهم نشوف اكو عمل للنازحين للمحتاجين، احنا ان شاء الله ما راح نقصر عليهم. طبعا هذه المنظمة وبرعاية الدكتور عبد اللطيف الهميم رئيس الوقف السني، قام بتوزيع بعض المؤن والبطانيات لهاي العوائل. زميلنا ضياء الحمداني اجرى ان هذا التقرير. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. زميلي المخرج افتحنا الاتصالات الان حتى ما يزعلون علينا، ولو عندنا تقرير ايضا حمله توعيه لصحه بابل، يعني نحتاج الان الى توعيه، واتمنى ان شاء الله تكون هذه الحمله في صلاح الدين وفي تكريت، لان شفنا ما شاء الله ذباب كوام. أعزائي المشاهدين، الحقيقة نتكلم أيضا على موضوع البطاقة الذكية، بدأت العوائل تستلم ما تبقى من المتفرقة واللي عندهم وكالة، لكن يعذرون المواطنين لأنه ماكو أي شخص يطلع يقول إحنا ما نقدر نصرح، ما عندنا يعني أي صلاحية نطلع يعني بتصريح إعلامي، لذلك إحنا ننقل كلامهم. هم قالوا إحنا إيش تحتاجون؟ اي اسئله او اجوبه احنا ما يعني ان شاء الله مستعدين. البطاقه الذكيه اخوان، هي سالوا على موضوع اقرار الموازنه، تقريبا اقرت تريليون وشويه ايضا للنازحين، وايضا كانت على اعلان صار بها ومؤتمر صحفي علنوا النواب انه هذه راح تكون تخصص 300 و400 الف بالبطاقه الذكيه.
احنا طبعا سبق وان اعلنت وما صار شيء، خلينا نشوف هذه، لان هو ما شاء الله كل شهر عندهم تصريح. اول اتصال عبد الله من كركوك، حياك الله اخي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك حاني؟ الله يخليك، تفضل. يا ابو استاذ انا معوق. نعم. والله ما عندي اخوان. اخوان عندي طارديني. والله العظيم عندي 5 اخوان زلاقين. زلاقين. نعم. هسه انا انام بالفندق. انت ما عندك احد بس انت؟ لا انا عندي اخوان، اخوان عندي. لا لا يعني انت ما متزوج؟ لا ما متزوج، ماني معوق. معوق. زين ليش عايفك اخوتك؟ نعم. ليش عايفك؟ ليش تاركيك؟ الزناقين. يعني الزنقين يعوف اخوه؟ اي والله العظيم هذا تقريبا 3 سنوات انا بالفندق. اي اي مو هي هاي هي ما ظلت شيء، هي علامات الساعة. هاي اهم شيء الفلوس والمرية ها؟ والاخ والاخت هاي مو مهم. لا هسه فلوس اكو معوق، انا معوق قلت تعال زوجني بس فلوس ما عندي. انت ايش قد عمرك؟ انا مواليد 76. 76 زين شنو العوق مالك؟ ايدين ورجليني. بس صوتك ناصي صدام. العوق شنو مالك؟ ايدين ورجليني. يعني شلل؟ لا شلل اقدر امشي. يعني تقدر تتحرك، تقدر تمشي؟ ايه اروح عاد اروح على الحمام. نعم. زين هسه شلون انت يعني امورك؟ شلون مقضي حاجتك؟ شلون تاكل؟ والله الناس يساعدوني. بالفندق يساعدوك؟ لا والله يومي 10,000 دينار. زين منين يجيب فلوس؟ والله الناس يطوني، ناس غير اذا ما يطوني انا انام بالشارع. انا اتمنى ان شاء الله اخوتك يسمعوك من خلال شاشه سامرة وبرنامجنا. خلي يشوفون هاي الحياة، هيك هاي الدنيا، هيك أصبحت. هذا الأخ يعني أنه معوق، الله سبحانه وتعالى يعني هو إرادة أنت صرت معوق، يعفوك هيك ويذبوك. أخي العزيز خليني رقمك يم الولد بالكنترول، وأنا إن شاء الله أتواصل وياك وأنا أجيك على الفندق إن شاء الله. والله العظيم والله العظيم تشوفني تبكي. هو إحنا من الله خلقنا نبكي ها، لان حياتنا كلها بكي. هذا فذا مرض ثاني، هذا رقم قال هذا سامراء. خوش ناس، مو مثل كاربيل وكركوك ما يفيد. حاضر حاضر. لا لا كل الناس اكو هواي ناس طيبه وهواي ناس تريد تخدم وتريد مبتغى رب العالمين. فان شاء الله احنا وياك اخوي العزيز، وان شاء الله اني اتصل بيك. يعني اعزائي المشاهدين هذه حاله يجوز من مئات الحالات. يعني معقولة انه هو الرجل معاق صاب بإعاقة تعوفوه انتو عنده 5 اخوان؟ ليش؟ وكثير اكو هسه بدار العجزة يشوف هاي قصص بالفيسبوك شلون يذب الابن ابوه يذب امه. قبل عدة اشهر كان لقالي احد القنوات مع ام شلون ذاب الـ 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 الأمة حتى زوجته تقول له لو أمك لو أني. يعني معقولة هاي صارت هاي الحياة؟ يعني هيش منا النازحين نبكي كل شيء ما عندهم منا، يعني والله مشكلة هذه. أعزائي المشاهدين أيضا كثير من الشكاوى وصلتنا على ما شاء الله الموازنة الجديدة. الموازنة الجديدة يا أخوان تم استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين. ما شاء الله المتقاعدين رواتبهم هم بالشهر ما تتجاوز 500-400 ألف، يعني كل شهر يجوز يستلم 1,000,000. هذا 1,000,000 راح يقطعون منه 30,000. المعلم والمعلمة والموظف في دائرة حكومية راح يقطعون أيضا من عنده 3%. يعني إذا راتبه 1,000,000 راح يقطعون منه 30,000، وإذا راتبه 1,500,000 راح يقطعون منه تقريبا 45,000. طيب أنا أسأل سؤال، إحنا هاي المليارات والرواتب والفضائيين هذه كلها انحطت برأس المسكين الموظف،
يعني هي هاي دولتنا قدرت على هذه؟ ماكو لجان، ماكو احد يشتغل الا بموضوع قطع الرواتب. والله اكو عوائل هذا الراتب وما يكفيها، يعني اكو معلمات ومعلمين ومدرسين، هيئات تدريسيه ما تكفيها الرواتب ال 700 و 600000 التاخذه ما تكفي انه بقطع منا. فهذا يعني هذه مأساة. اكو مثلا اكو أو واحد عنده معلم او تدريسي خدمته 40 سنه يعني راتبه اكثر من مليون، مليون ونص، مليون و800، راح يقطعون منه اكثر من 50 40 الف، 45 الف. فهذه كارثه. واحنا شو نريد نقول؟ نقول عيد النظر بيها؟ ومن يسمعنا؟ غياب لا احد يسمعنا ولا أبي. مع اتصال. نعم تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، من ويانا؟ السلام عليكم. هلا عيني. السلام. هادي، هادي من صلاح الدين. هادي تفضل اخي هادي. اخوي انت احنا من ناحيه على المسؤولين، هم المسؤولين يا اخوي هم دا يجيبون يحطون بجيوبهم، احنا ما ادري ايش مستفادين. والله يا اخوي احنا نازحين همين، ها ولا راتب وطاقه ذكيه، لا حصلنا على من حمال مليون، لا مساعده الله وكلك يا اخي محمد كفيلك، كل شيء ما حصلنا والله خالقه. وبالنسبه للموضوع الثاني احنا نريد نسالك، ها بكت من خلال قناتكم الموقره، ها ان تناجدونا هذه العبيد ان ينتعفوا، يعني احنا الجيش مت نرجع والله انت والله يا اخوي نعمل وضعيتنا تعبانه ونازحين همين، يعني قوه انت بعيشتنا زين. انت هي يعني الداخليه الشرطه نطت عفو، ايش معنى الجيش ما نطوا عفو؟ والله يا اخوي احنا من خلقاتكم ما قرر انتم قناه سامره قناه شريفه وتحشي الحق مثل ما يقول، فاحنا من خلقاتكم وماشي وزير الدفاع خالد العبيدي، بكيت الله انك تفتنا وانطينا عفو، هم تاني رجال والله ما عندنا عوائل وما عندنا اطفال، والله العظيم العيشه صعبه. يعني انت منتسب بالجيش؟ اي والله كنت كنا بالفرقه الرابعه، وتدري كنا نداوم تكريت وتكريت اذا سقطت وبعد عفو ما انطوا. واسع نبي سليماني بكت من خلقاتكم موقر الناشد الدكتور خالد العبيدي رئيس الوزراء، ان بكت انت تفتنا عاد انطينا عفو ولنا راجعين. احنا ان شاء الله اول مره الناشد رئيس الوزراء وبعدين الناشد وزير الدفاع والناشد كل خير ان يرجعكم وترجعون للخدمه ان شاء الله، لان انتم هم عندكم عوائل ان شاء الله. بارك الله بكم، بارك الله بكم، نشكركم لشكركم لشكر سامره خدمتكم الاصيله، خدمتكم ان شاء الله اخي العزيز. انا اشكر اتصالك، بارك الله بك. ضياء من كركوك، حياك الله اخوي ضياء، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذ وليد؟ الله يبارك فيك، انت شلونكم؟ الله يسلمك الله يعافيك. بالنسبه للبطاقه مال مصر طلعناها، الله يسلمك الله يعافيك، مال الموصل، يعني طلعتها من الموصل واني عبر صار لي 9 اشهر، يعني خلي تلفوها، انا هسه حاليا ساكن كركوك. نعم. يعني ما يعني ربع سلموا ونوكل علي، واحنا ما عندنا شيء، حوالي 100 واحد احنا اللي اعرفهم، انا 100 واحد. والله يا بذكرناها وقلنا وزير الهجرة يعني ناشدنا. طيب اخي العزيز ان شاء الله ان شاء الله احنا هذا ايضا مناسي هذا يعني الموضوع، احنا دائما نقولهم ربعنا سلموا ونوبتين سلموا. ماشي اخي العزيز ماشي، انا اشكرك اخويا ضياء، اشكرك. يعني هذا الموضوع ذكرناه اكثر من حلقة، قلنا يا اخوان اللي طلع من الموصل يعني ما راضي، فانتوا سويتوا له بطاقه ذكيه بالموصل كي كارد، طلع الخارج الموصل انتوا لو ما تقبلون لغيتوا زين، اذا انتوا ما انتوا نفسكم هي شركه موحده بالعراق انتم رفضتوا هذا الموضوع، سووا لهم غير للناس طلعت حتى حالهم حال البقيه، لا خليتوا الناس تاخذ ولا خليتوا هاي البطاقه الذكيه اللي انتوا عملتوها. اعزائي المشاهدين، زميلي المخرج، خلوا نروح نشوف حمله التوعيه، إذا ما كنت اتصال لصحة بابل زميلنا سجاد الخفاجي. أعتقد زميلي المخرج أكو خلل فني، إذا ما أعرف اكتمل الخلل نرجع إلى تقريرنا اللي هو التوعية. إحنا ذكرنا أكثر من مناسبة أنه هذه التوعية يعني أتمنى مو فقط بمحافظة معينة، بكل المحافظات،
لأنه ضروري جدا التوعية الصحية، الإرشادات، توعية المواطن. يعني الآن المواطن، ربة البيت، المدارس الصحية، يعني الآن كل المدارس تحتاج إلى توعية صحية، تحتاج إلى إرشادات، بوسترات. يعني هذه المفروض الصحة، وزارة الصحة وإعلام الصحة أيضا في كل محافظات العراق، في كل مديرية، مديريات صحة صلاح الدين، صحة بابل، كل محافظة بها مديرية أو رئاسة الصحة تعمل على هذا الموضوع في سبيل تقليل من الأمراض والمخاطر اللي تصير. ومثل ما ذكرت أنا بالحلقة الماضية في برنامج هموم الناس في تكريت، أنه المنتشرة حبة بغداد، وأيضا تواجد الذباب وما موجودة مبيدات. إحنا نتمنى إن شاء الله، وأنا حقيقة تكلمت مع السيد قائم مقام قضاء تكريت دكتور عمر طارق الشنداح، فتكلمنا بهذا الموضوع. أتمنى إن شاء الله أن تكون يعني هناك توعية صحية أكثر بالمحافظة. زميل المخرج، أريد تفتح لي الاتصالات، خلنا نترك التقرير إذا بي مشكلة. أبو ليث من تكريت، نعم أبو ليث حياك الله. السلام عليكم أستاذ وليد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ وليد أحنا مشتاقين لك والله يا أخي، من تطلع عشان شاشة 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 سلام الله يا أخي، بس عندنا معاناة يا أخي، معاناة مال البطاقة الذكية مال الموصل. نعم. يعني أنا رجل تعبان ومريض ومسوي 5 عمليات وعندي كله، بس سويته من الشهر الرابع لحد الآن. صدق قيل ما خلينا نهار الكركوك، نهار السامرة، صدق أحلى من هذا، فواجه سنة ونص فلحدنا كل شيء راح. فطالب من شاشتكم وقناتكم الفضائية يا أخي، بس خلي وجهونا إلى طريق واحد، وهذا المسؤولين من لنا يا أستاذ وليد. نعم. مسؤولين يعني من لنا من عندهم. والله ماكو مسؤول بعد، يعني أني نبات يطلعون على التلفزيون يعني اشوفهم يقولون نبطنا المنطقه الفلانيه واشتغلنا وكذا. والله يا اخي لو تجي التكريت في مكانات في تكريت على فاخر القناره، الشعب تعبان يا اخي، المواطن تعبان، فما اكون يعني واحد هسه يعني وينهم؟ امام المجالس وينهم؟ ابو ليث، ابو ليث احنا نعتمد يعني يا اخي والله بس احنا والله العظيم انا اعيد الحقيقه يعني انا بس اعيد لي مسؤول في تكريت، والله ما شفنا مسؤول، سنة ونص متأخرين، والله ما شافنا مسؤول ولا منظمة، هسه قبل شوية طلعوا رئيس الوقفة السني ينقل المال يعني يوزع، يا أخي مين يوزع؟ والله العظيم سنة ونص وحدك بعضنا، من عندنا أنت رجل وقناتكم المفضلة بس يعني الزوار وتروح وتطلع وشوف المواطنين، فقبل ذلك أنا هسه بوظتين ومريض وتعبان ومرض السكر وضغط، فأخي لما تشكي الشكوى لله. بس انا اريد البطاقة مال الموصل، اريد من شاربك انت يا بنا بنتكريت، اريد من شاربك بس الداعي لبيت، بس يوجهوني يعني على المصاف وعن الكافوك اللي قالوا المهجرين قالوا عنه 14 والشهر صار 7 اشهر، اهل السامرة نفس الشيء، ثاني قام ابتدينا طلعنا بطاقة من الموصل، ولد من شاربك. طيب واني اشكرك واشكر قناتكم المفضلة السامرة، احنا ان شاء الله بخدمتكم. احنا الحقيقة احنا ان شاء الله دائما اذا ما نقدر نوصل لأي مسؤول، الحقيقة يعني موجود معنا حاج مطشر السامرائي، الحقيقة أي الرجل هو عضو نواب، وأي مشكلة تصير احنا نتصل به، فأنا أتمنى من خلال شاشتنا نتصل به وطرحها على الوزير هذه المشكلة. آلاف مئات آلاف من العوائل تحتاج الآن إلى البطاقة الذكية اللي هي طلعوها من الموصل، فيا أخوان الغوها وسولهم بطايق جديدة حتى الناس تأخذها. فأنا إن شاء الله احنا هذا الموضوع ما ننساه يا اخي العزيز ان شاء الله. ام محمد بغداد، حياك الله ام محمد. السلام عليكم استاذ وليد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك ورحمه الله والديك على هالبرنامج الطيب. يسلمك ام محمد، احنا بخدمتكم ان شاء الله. يخليك، انا عندي طلب على مدى الذكيه، بس قبل الذكيه انا اريد اقول شعر بحقك، لان انت تعبان ويا النازحين ويا كل مسكين بهالعراق. خدمتكم ان شاء الله. يخليك، اقول لك استاذ وليد حياك يلي دائما صيد مبداك، شيمه وشهامه والكرم والصوانيك، اسمك ينومس بالعرب حين طاريك، يا ما من عليك زود، نعمين منك ونعم من ينتخي بيك. نعم منك. يخليك استاذ وليد، وانا اشكرك واشكر البرنامج مالك هذا الطيب، واشكر قناه صلاح الدين على 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 سامره راح صلاح الدين. سامره ان شاء الله خدمتكم ويحفظكم اجمعين يا ربي، ان شاء الله يحفظ الجميع.
يخليك يا طيب. انا من يعني متابعته للبرنامج مالك من تطلع النازحين انا حطينا ابو ملكي. خدمتكم ان شاء الله، ان شاء الله ما تبكين على عزيز ان شاء الله. والله العظيم انا يعني حيل ادعي لك كل ما ابعد اوصل اقول يا ربي يوفقك. الله يسلمك يوفق الجميع ان شاء الله، يوفقكم يا ربي. كل الطيبين مثلك ان شاء الله يا ربي. او انا من نازحه من عين يا فريد. نعم عيني. ايه وانا راح بغداد بس على ودي الذكية مالتي بس استلمت مره الشهر السادس ويعني المليون الاولي ما اعطوني اياه. هو انت استلمتي هذا مال هذا السادس؟ لا 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 ما اعطوني بس السادس. اي بس السادس يعني الاولي ما استلمتي؟ لا لا ما اعطوني اياه ولحد الان بس مره واحده استلمت صار لي سنه كامله. نعم ماشي ام محمد ماشي ان شاء الله. احنا اذا تريدين دزيلي اخذي خلي رقمك وحتى تدزيلي رقم البطاقه واني نشيكها ويا الولد نشوف شو اسمه اسمك مرفوع الان مع القوائم وان شاء الله نعطيك خبر واحنا بخدمتكم ان شاء الله. يخليك ربي ويحفظك ويوفقكم ان شاء الله. يسلمك امي ان شاء الله احنا بخدمتكم. انا اشكر اتصالك بارك الله بيك. أعزائي المشاهدين إحنا الحقيقة هذه موضوع البطاقة الذكية موضوع المبالغ اللي توصل الحقيقة هم الناس كثير يعني هاي مئات آلاف العوائل ما استلمت فإحنا نتمنى. وأنا أيضا ذكرتني أم محمد يعني هاي إن شاء الله بشرة خير الجماعة يثرب الحقيقة اتصل بي أحد الأخوان من يثرب حاج مطشر السامرائي متصل بوزير الهجرة وناقل له المعاناة اللي احنا نقلناها من قبل الاخوان. طبعا احنا بيثرب والبحش ما شفناهم ماكو مثلنا بس متزوج وحدة لا اثنين وفوق يعني ثلاثة اربعة زين وتموت الوحدة ياخذ الخمسة اول وحدة تموت ياخذ الخامسة. فالان شفنا هاي المعاناة انه هو مطلع بطاقة وحدة زين هو عنده 16 17 نفر اذا ما اخذ ثلاثة او اثنين. فلذلك قارين بهذا الموضوع انه كل يعني اذا شخص ماخذ اثنين او ثلاثة كل واحد راح يسوي لها بطاقة ذكية وهاي ان شاء الله يعني بشرى خير حتى تستفاد منها العائلة. ايضا اعزائي المشاهدين نريد نتكلم ما تبقى من الوقت يا زميلنا المخرج يمكن دقيقة او دقيقتين دقيقتين صار دقيقتين دقيقتين احنا نريد نتكلم ايضا على موضوع الاتصال اللي قبل قليل اتصل به الاخ ابو ليث من تكريت اتكلم على موضوع النفايات. يعني احنا بنفسنا يمكن شفتوها اني اختاريت احد المجموعه من النفايات في تكريت وقفت يمها ونقلت الحاله لكن احنا نريد تجلس اداره محافظه ويبدا العمل من قبل رئيس مجلس المنتخب واداره يعني انه قائم مقام الرجل وحده ما يقدر يسوي شيء. نعم هو رئيس وحده اداريه لكن نريد محافظه نريد الان يطلبون اليات حمله توعيه صحيه. فاتمنى ان شاء الله انه يسعفون المدينه والمحافظه. اخر اتصال معي. نعم تفضلوا. اتمنى ان شاء الله احنا نازحين من محافظه الانبار والبطاقه الذكيه صار لنا 8 اشهر ما استلمنا كل شيء عليها صار لنا شهر من استلمناها. انتوا وين هسه حاليا؟ احنا بالبصره. هسه انتوا بالبصره؟ ايه بالبصره. زين ليش ما استلمتوا؟ انتوا شو وقت طلعتوا هالبطاقه؟ صار لنا شهر من طلعناها. شهر؟ ايه شهر. انتظروا ان شاء الله يعني بالواحد باذن الله تستلمون. ما مساعدات ما جاء اتصال حالتنا حيل تعبانه بقفت اطفال وين ساكنين انتوا بيا منطقه؟ النظر ما له ضعيف اختي العزيزه بيا منطقه بالبصره انتوا؟ احنا بالهوير. بالهوير؟ بالهوير بالهوير. ماشي احنا ان شاء الله ايضا راح نتصل بزميلنا مراسلنا بالبصره ونوجه عليكم منظمات اخواني يوزعون ان شاء الله حتى يجوكم للمنطقه باذنه تعالى. اي والله ولا مساعدات وكرفان قاعدين بي حتى المطر يسيب زيتنا وكل شيء ما وصلنا. ان شاء الله اختي انا اشكر اتصالك ووصلت الرساله ان شاء الله وصلت. اعزائي المشاهدين نختم حلقتنا ونقول يا اخوان خلنا نتعاون بيناتنا ونترك هسه المسؤول، احنا نريد بيناتنا نتعاون حتى ننقذ كثير من العوائل والمساكين اللي تترجانا كاعلام وتترجى الناس الخيرة. حتى ألتقيكم بحلقة جديدة إلى اللقاء.